إيه الحكاية؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جدا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. صدق رسول الله. عودة العلاقات المصرية التركية وتبادل السفراء جميل جدا، رائع جدا، ألف ألف مبروك، شيء رائع جدا. وقد يعتقد البعض أن مصر ولاية عثمانية ولا يعرفون مطلقا أن مصر خاضت ضد تركيا ستة حروب، انتصرت في ست حروب ضد تركيا وخاضت نيابة عن تركيا حربين. تخيل، مصر لم يسبق لها أن اتخذت قرارا من موقف ضعف، ما فسبقش عبر التاريخ أن حد لوى دراع البلد دي. فأنا عايز الحلقة دي يشوفها كل المصريين من اسكندرية لأسوان والصعايدة عشان تعرف قديه عظمة مصر، قديه قوة مصر. مصر التي وصلت إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. عايزك تركز معايا في الحلقة دي وتشوف تاريخ الحروب ما بين مصر وتركيا بالأرقام وبالأدلة علشان تعرف أن مصر لم تكن ولاية تابعة للدولة العثمانية، بل كانت تعامل الدولة العثمانية الند بالند وانتصرت عليها. وياريت الأتراك كمان يعرفوا الكلام ده كويس جدا، ومن حسن الحظ أن الأتراك يقرؤون التاريخ، وخاصة أردوغان يعرف التاريخ جيدا. لو عايز تعرف جميع هذه الأسرار وتعرف المعارك التي انتصرت فيها مصر على تركيا بالتواريخ والأدلة والأرقام، كل ما عليك فقط هو أن تتابع هذه الحلقة من إيه الحكاية مع فلاح مصري، وصلى على الحبيب وشير الحلقة ويلا بينا. تركيا دخلت مصر سنة 1516 بعد أن انتصرت على المماليك في موقعة مرج دابق، وكان السلطان المملوكي كان اسمه قنصوة الغوري. بعدها بسنة واحدة بس حصلت موقعة الريدانية، انهزموا أيضا فيها المماليك بقيادة السلطان تومان باي، وأعدم السلطان سليم الأول تومان باي على باب زويلة، وأصبحت من هذا الوقت مصر ولاية عثمانية. فاتخذت تركيا ضد مصر شكل معين من التعامل لأنها كانت تخشى مصر، فكانت تعين والي تركي لمدة 3 سنين فقط، وتعين له نائب من المماليك علشان لمدة 3 سنين علشان ما يعملش أي إصلاحات في مصر علشان هم خايفين من مصر. فضلت هذه الأمور لحد ما جه نسر الشرق محمد علي باشا. محمد علي باشا هو الوالي الوحيد الذي تولى حكم مصر ليس بفرمانا سلطانيا، وإنما بإرادة الشعب المصري وبإرادة شيوخ الأزهر الشريف ومنهم عمر مكرم. فقد أرسلوا رسالة إلى السلطان العثماني طلبوا بأن محمد علي باشا يتولى حكم مصر. طب مين محمد علي باشا ده؟ ده واحد جه مع الجنود الانكشارية تبع الدولة العثمانية عشان يدافع عن مصر ضد الفرنسيين، ولكن المصريين أحبوه لأنه أبلى بلاء حسنا ورشحوه أن هو يمسك البلد. وبالفعل 1805 أصبح محمد علي باشا واليا على مصر، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. هذا الرجل العظيم هو باني مصر الحديثة، عمل كل حاجة، عمل مصانع، عمل طرابيش هو اللي عملها، عمل سفن، عمل أسلحة، عمل ذخيرة، بنى مصر. جاب واحد اسمه سليمان باشا الفرنساوي علشان يدرب الجيش المصري وعمل له قاعدة في أسوان، ويعني أصبح جيش مصري قوي حقيقي. وبالتالي خاضت مصر نيابة عن الدولة العثمانية حرب واحدة بس قعدت فيها 10 سنين. كانت الدولة العثمانية تعاني من الحركة الانفصالية في المملكة العربية السعودية أو في بلاد الحجاز في الوقت دوياتي، فبعتوا إبراهيم باشا اللي هو ابن محمد علي لإخماد الثورة الوهابية من 1811 ل 1818 لحد ما انتهت هذه الثورة الوهابية. استعانت أيضا تركيا أو الدولة العثمانية بمصر. 1827 حاربت مصر ضد ثورة اليونان، وهذه المعركة كان اسمها معركة نافارين، والأسطول المصري تحطم تماما. لكن السلطان العثماني حب يجازي محمد علي وحب يعوضه عن هذا الموضوع، فإداله جزيرة اسمها جزيرة كريت. لكن محمد علي مش عايز جزيرة كريت، محمد علي باشا كان عايز ياخد الشام لأنها خط الدفاع الأول عن مصر. لكن السلطان العثماني رفض، قال له لا انت عايز تاخد الشام كلها، ما ينفعش. وبالتالي حصل الخلاف ما بين مصر وما ما بين مصر وما بين تركيا. بدأت الحرب ما بين مصر وما بين تركيا من 1831 ل 1841، 10 سنين خاضت فيها مصر 6 حروب. تعال تعرف هذه الحروب التي خاضتها مصر ضد تركيا.
حروب احنا ما بنسمعش عليها. شوف يا سيدي، حرب اسمها حرب عكا 1832، الحرب دي اسمها حرب عكا. استسلم الجيش التركي وسلم اسلحته ومدافعه، والخسائر المصريه كانت 4500 جندي، والخسائر التركيه كانت 5500 جندي من اصل 6000، يعني لم يبقى منهم الا 500 واحد بس. وسيطر محمد علي على عكا. جت بعدها بشهر واحد حرب اسمها حرب دمشق 1832. الحرب دي كانت لمدة يوم واحد، وانتهت بانتصار المصريين بعد مقتل 2000 من الجيش التركي وأسر 3000، في حين لم تخسر مصر إلا 100 مقاتل دون أسرى. بعدها بفترة بسيطة في نفس العام جت حرب اسمها حرب حمص 1832. الحرب دي كان مدتها 4 ساعات بس، وانتهت بانتصار المصريين وقتل من الأتراك 2000 وأسر 500 وسلموا 20 مدفعا، في حين خسرت مصر 200 قتيل فقط. وبذلك يكون محمد علي باشا قد سيطر على بلاد الشام بعد أن ضم غزة ويافا وحيفا وصور وصيدا وبيروت وعكا وطرابلس والقدس، فأصبح محمد علي باشا مسيطر على إيه؟ مسيطر على الشام كامل. تيجي معركة مهمة جدا وقوية جدا اسمها معركة بيلان، اللي هي بالقرب من حلب. قوة الجيش العثماني كانت 45,000 مقاتل، والجيش المصري كان 30,000 مقاتل، واستمرت المعركة لمدة 3 ساعات فقط، انتهت بانتصار كاسح للمصريين، حيث فر 40,000 وقتل 2500 وأسر 2000 وغنم المصريون 20 مدفع، وكانت خسائر المصريين 20 قتيل فقط. نيجي لنمرة 5، معركة قونية 1832. أصبح الطريق معبدا أمام إبراهيم باشا ابن محمد علي إلى تركيا، إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. فزحف إبراهيم باشا ناحية الأستانة إلى أن التقى بالجيش العثماني في موقع اسمها موقعة قونية. كان عدد الأتراك 53,000 مقاتل، والجيش المصري كان 15,000 مقاتل بس، وانتهت بنهاية كارثية للأتراك، وأسر قائد الجيش التركي رشيد محمد خوجة، وخسرت تركيا 3,000 مقاتل، وأسر 6,000، وكانت خسائر المصريين 262 مقاتل فقط. أصبح بين إبراهيم باشا والأستانة الدولة العثمانية مسيرة أيام فقط، لولا تدخل الدول الأوروبية. الدول الأوروبية قالت لك إيه؟ قالت لك يا عم ده إحنا عارفين السلطان العثماني وعارفين الدولة العثمانية الرجل المريض، إحنا نسر الشرق ده إحنا مش جديه، ده محمد علي ده داخل بصدره، ده المصريين دول ما حدش يقدر عليهم، إحنا مين هيقدر يقف قدام المصريين؟ فإحنا لازم نضغط على مين؟ على محمد علي وعلى الجيش المصري. فراحوا عاملين معاهدة اسمها معاهدة كوتاهية. معاهدة كوتاهية دياتي إن محمد علي يتنازل عن الحجاز وعن الشام وعن كريت للسلطان العثماني في مقابل أن يحتفظ بولاية مصر. خلصت على كده بعد موقعة قونية؟ لا ما خلصتش. بتيجي المعركة الفاصلة اللي هي معركة نزيب أو نصيبين سنة 1839، وهي أخطر المعارك، والمعركة دي استمرت نصف ساعة فقط، وكان الجيش المصري 50,000 والجيش التركي 60,000، وانتهت بهزيمة ساحقة للأتراك وخسارة 12,000 قتيل تركي وأسر 15,000 جندي تركي و20,000 بندقية و144 مدفع، وخسرت مصر 4,000 جندي فقط في هذه المعركة، وأصيب السلطان العثماني محمود الثاني بالسل كمدا على ما جرى في نصيبين، وأصبح سقوط الدولة العثمانية على يد المصريين لا مفر منه. تيجي هنا برضو الدول الأوروبية تقول لك لا احنا برضو المصريين دولة مش هيجيبوها البر، فراحوا عاملين معاهدة اسمها معاهدة لندن. معاهدة لندن دي قالوا لمحمد علي وابراهيم باشا اذا ما قبلتوش معاهدة لندن يبقى انتوا في الحالة دي هتدخلوا حرب معانا احنا مع الدول الأوروبية. والجيش المصري تعب، شوف من إمتى هو بيحارب، من سنة 1805
وبعدين جت حاربوا الفرنسيين، وبعدين جت موقع بتاع حملة اسمها حملة فريزر 1807، وبعدين حارب محمد علي المماليك في 1811 مذبحة القلعة الشهيرة، وبعدين هذه الحروب اللي أنا ذكرتها دي كلها، فالجيش المصري أنهك. فاضطر إبراهيم باشا أن يقبل بمعاهدة لندن، وكانت معاهدة كارثية على الجيش المصري. معاهدة لندن دي كانت بين السلطان عبد المجيد الأول وإبراهيم باشا، الذي قبل بالمعاهدة مرغما، ومصر بجت استقلت مصر عن الدولة العثمانية وعن الأتراك، وأصبحت مصر دولة مستقلة، يعني اللي بيحكموها هم الناس اللي فيها. دي تاريخ الحروب التي تجعلك فخورا بأنك مصري، دايما ترفع راسك في أي مكان في العالم وتقول أنا مصري. لم يسبق أن انتصر أي دولة عربية على الأتراك غير دولتين فقط. المغرب انتصرت على الأتراك في 1558 في موقعة وادي اللبن وسحقتهم، وكان في عهد السلطان سليمان القانوني. ثم مصر في 6 معارك وحاربت معركتين نيابة عن الدولة العثمانية. فتاريخ العلاقات كان في بعدين بقى كان في علاقات بقى بين مصر وتركيا أيام أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك 1937، وكان في علاقات دبلوماسية، وبعدين كان في قطيعة أيام الرئيس جمال عبد الناصر نظرا لحلف بغداد. يعني كانت دايما العلاقات بين مصر وتركيا علاقات متوترة، لأن مصر كانت عندها مشاكل كوارث مع إسرائيل، وللأسف الشديد أن كانت تركيا هي أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، ومن هنا كانت المشاكل اللي لها أثر مرجعي تاريخي. أنا قلت لك الحاجات دي لتاريخ العلاقات بين مصر وتركيا وتاريخ الحروب بين مصر وتركيا، لأن النهاردة مصر عملت علاقات مع تركيا حلو عظيم جدا، احنا عايزين مصر تعمل علاقات مع جميع انحاء العالم، بس نعرف احنا المصريين ان احنا ما بنعملش علاقات مع حد من موقف ضعف، مش مرغمين، مش دراعنا ملوي، احنا تاريخنا عظيم جدا يشهد لنا بالقوة بالعظمة بالكبرياء بالفخر بالانتصار. مصر يا جماعة عظيمة جدا، كل العالم يطلب ود مصر، احنا كويسين مع العالم كله، بنحب العالم كله، ولكن كل العالم يطلب ود مصر، لان العالم يعرف من هي مصر. مصر التي وجدت ثم وجد التاريخ، وكما قال مصطفى كامل: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. انا عايز الفيديو ده يلف مصر كلها من اسكندرية لاسوان والصعايدة كاملين، ويوصل كمان لتركيا، ونقول وايه في النهاية، وايه وشكرا.